المغربي خاطبة من طنجة إلى الجويرة، ذكرى من أجمل الذكريات الخالدة، إنها ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء والتي تصادف 26 من كل سنة. وهذه المناسبة القوية بدلالتها ورمزيتها تستحضر فيها الأجيال الصاعدة هذا الفعل التاريخي والوطني، وفرصة لتقويم لحمة الامتناء للوطن العزيز والافتخار بتاريخه العريق وإنجازاته الخالدة بأمجاد المملكة المغربية الشريفة وبتلاحم كافة مكونات المجتمع المغربي. زملاء التلاميذ، زميلات التلميذات، غدا إن شاء الله سيخلد الشعب المغربي ذكرى المسيرة الخضراء. هذه المسيرة السلمية التي شارك فيها المغاربة رجالا ونساء حاملين معهم المصاحف والرايات